بسم الله الرحمن الرحيم. وهبنا الله طبيعة جميلة مناظرها خلابة تأسر الألباب والعقول، تمنحنا دفئا وحنانا ليس لهما مثيل، لطالما حاول الاحتلال الغاصب أن يعكر صفهما، فها نحن نجد تخريبا وتلويثا دائمين لأراضينا، حيث قاموا بتلويث تربة قريتنا الطاهرة بصب مياهه العادمة على ثراها، مما تسبب بتلفها وقتلها وتشويه إنتاجها من الزيت والزيتون. وهذا لن يثنينا عن الحفاظ على أرض آبائنا وأجدادنا، فهذا الوطن يجري في عروقنا كما تجري الدماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. فرصة ليس لها مثيل ولحظة لا يمكن وصف المشاعر فيها حين تحتضن الأم ابنها في لذة كبدها، فهنيئا لك يا أم الأسير المحرر، وندعو الله بأن تفرح جميع الأمهات بخروج ابنائهن من الأسر، ونقدم تهنئة خاصة إلى الأسير المحرر هاني عوض صالح وعائلته من كف الحارس، ونتمنى الحرية لباقي الأسرى. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.